اهلا وسهلا، مرحبا بكل واحد التحق بينا توا. تسعة تريندينغ ترجعكم في البارتي الثانيه، البارتي اللي نبداوها باخبار الجيمينغ. شنو فما في الاخبار هذه؟ فما برشا مشاكل بالنسبه للجيمينغ، مستسين نحكيوا على الجيمينغ بالنسبه للانوفاسيون، بالنسبه للي جو جدد، لكن زاده فما برشا مشاكل، فما برشا عرك حتى بالنسبه للشركات نتاع الجيمينغ. حتى نحكيوا بعد شويه على الموضوع هذا، لكن كيف قلنا نبداو موعدنا في الجيمينغ مع برشا ارقام. أرقام الجيمينغ في 2022 ما يستبعد بينا على النسق اللي مشت به التكنولوجيا عام السنة. تراجع بالنسبة لمبيعات الحواسيب، الانفلاسيون، الصعوبات اللي يلقى السكتور متاع التكنولوجيا تنعكس على السكتور متاع الجيمينغ. التراجع مقارنة ب 2021 خلط 4.3% بالنسبة للسكتور اللي فيه محركين قويين ياسر، مش كان لي بي سي كا، ولكن نلقاو فيه زادة لي زابليكاسيون موبيل، ونلقاو فيه لي كونسول. شنو الأرقام بالنسبة للسكتور متاع الجيمينغ؟ 184.4 مليار دولار، هذه هي المداخيل متاع السكتور هذا في 2022. كيف ما قلنا تراجع ب 4.3% مقارنة بعام ناول. لكن عملوا نظر نشوفوا أنا هما أكثر المارشي اللي قاعدين يدخلوا في فلوس بالنسبة للسكتور متاع الجيمينغ. تنقوا أنه المارشي متاع آسيا هو اللي يخدم برشا السكتور متاع الجيمينغ ب 87.9 مليار دولار. بعده يجي السكتور متاع أمريكا الشمالية ب 48.4 مليار دولار، وبعده يجي السوق الأوروبي ب 32.9 مليار دولار. المارشي اللي تنتمي له تونس، مارشي الشرق الأوسط وإفريقيا يدخل سنويا 6.8 مليار دولار، مع تقدم مقارنة بعام ناول ب 6.6%. هات نعملوا نظرة توا المداخيل منين جاية بالضبط. يكفي باش نعرفوا انه لي جو فيديو على الموبايل يدخلوا في اكثر من 50% من المرابيح بالنسبة للجيمينغ. 92.2 مليار دولار هي الروسيت نتاع لي جو فيديو اللي نلعبوهم على لي سمارت فون نتاعنا. لكن اذا كان نعملوا نظرة زادة بالنسبة للمارشي هذا، تنقاو انه السيكتور الوحيد اللي دز في الجيمينغ هو لي جو فيديو على البي سي اللي قدموا ب 1.8% مقارنة بعام ناول. 38.2 مليار دولار هي الروسيت نتاع لي جو فيديو على البي سي، واللي تمثل 21% باردو مارشي من السوق نتاع الجيمينغ. اما بالنسبه للي كونسول فالمرابيح نتاعهم تراجعت ب 4.2% مقارنه مع ناول. لي كونسول فيديو يمثلوا 28% من المارشي نتاع الجيمينغ، وربحوا 51.8 مليار دولار. فما مارشي صغير برشا هو المارشي نتاع لي جو فيديو على لي نافيغاتور ويب، والمارشي هذا دخل في 2.3 مليار دولار، وتراجع ب 16.7% مقارنة بعام ناول. حسب التكهنات نستناو انه المارشي نتاع الجيمينغ باش يرجع للفورما نتاعو بدرجة قوية ياسر ابارتير من 2025. في استعمالاتنا للسوشيال ميديا اكيد انه برشا منا لاحظ انه فما برشا حاجات اللي تغيرت في العشر سنوات اللي فاتت، مش كيما استعملنا فيسبوك منذ 2004 كيما نستعملوه اليوم، وبقية البلاتفورم زاد نفس الشيء. اكيد انه برشا منا فاق بالشيء هذا وقتها تويتر ولات في يد ايلون ماسك، وبدات التغيرات الكبيره لواحد من ابرز واهم ريزو سوسيو في العالم. لكن إذا كان فما حاجة قاعدة تتبدل أساسا بالنسبة للريزو سوسيو، هي الباز متاع المنصات هذية، وهي الجراتويتي. برشا من لزابليكاسيون دو ميساجري وإلى لريزو سوسيو لقاو صعوبات مالية في السنوات اللي فاتت، خاصة أنهم يقفوا قدام لجيون كيما ميتا اللي كان اسمها فيسبوك، أو شركة جوجل. دونك الشركات هذيا حاولت انها تلقى روحها ان بزنس موديل جديد. هذاك علاش في السنوات اللي فاتت فما برشا من التطبيقات اللي ولات بالفلوس. فما تطبيقات موجهه للي بروفيسيونيل كيما لينكدين اللي عندها اون فيرسيون بريميوم موجهه للمهنيين، حاجه عاديه جدا. لكن سناب شات ولا تيليجرام ولا تويتر اللي لانسا تويتر بلوم من عام ناول، هما منصات اللي تعتمد برشا على الجراتويتي، ولقات روحها مجبره انها تمشي في دي زوفر بالفلوس باش نجم تعيش. فما منها اللي نجح وفما منها اللي ما نجحش. خطوة إيلون ماسك أنه يركز أساساً على تويتر بلو ب 8 دولارات والتأثير متاع السيد هذية خلى برشا شركة أخرى زادت تزيد تخمم أكثر وأكثر في لوفر متاعها، منهم شركة ميتا.
ميتا اللي تعتمد على مجموعة من السيرفيس هما أساسا فيسبوك الريزو سوسيال، فيسبوك ميسنجر لابليكاسيون دو ميساجري، واتساب ميسنجر لابليكاسيون دو ميساجري الثانية، وكذلك انستغرام بتبيع مع السيرفيس نتاعها المواجهين للرياليتي فيرتوال. شركة ميتا يمكن ياسر باش تلقى روحها ماشية في ثنية البريميوم والفلوس. علاش؟ على خاطر الشركة تلقى في خسائر كبيرة برشا في السنوات اللي فاتت، وخاصة السنة بعد تراجع المرابيح نتاعها وتراجع الأسهم نتاعها ب 70% في البورصة. شنو الحل بالنسبة لمارك زوكربيرغ؟ الحل هو أنه يحب يعمل على دي سيرفيس أخرين باش يعوض الخسائر هذية. الكلام قالوا مارك زوكربيرغ في آخر الجمعة اللي فاتت. زوكربيرغ أكد أنه باش يعمل على واتساب وفيسبوك ميسنجر لدعم المرابيح متاع الشركة. في الكلام متاعو زوكربيرغ حكى الحاجات اللي كنا نستناو فيها، إعلان مبدئي على الفشل متاع الرؤية متاعو بالنسبة للميتافيرس. بالنسبة لمارك زوكربيرغ، اون بلاتفورم كبيرة كيما الميتافيرس يلزمها سنوات من النضج التكنولوجي. هذاك علاش حسب الكلام متاعو الديفيزيون اللي تخدم على الميتافيرس في ميتا رياليتي لاب باش تقعد خاسرة برشا فلوس في السنوات الجاية. التعميل باش يكون على لي بلاتفورم الأساسية اللي تخدم عليها شركة ميتا منذ سنوات. أول ما صرح مارك زوكربيرغ بالكلام هذايا، مصادر قريبة من شركة ميتا أكدت أنه مارك زوكربيرغ قاعد يخدم على دي فيرسيون بريميوم من فيسبوك ميسنجر وواتساب. واتساب اللي من قبل خرجت برشا أخبار تحكي على واتساب بريميوم، لهنا نحكيه على أوفر بالنسبة لواتساب بعيدة كل البعد على واتساب بيزنس المخصصة للشركات. المصادر هذه قالت أنه الإطلاق متاع الفيرسيون بريميوم من فيسبوك ميسنجر وواتساب بريميوم بش تكون في 2023. كيفاش بش يكون الوجهة جديدة متاع فيسبوك ميسنجر؟ أكيد أنه بش يكون فما إن جراتويتي لبرشا من السيرفيس، لكن فما حاجات أخرى بش تزيد وتولي بالفلوس، ويمكن حتى فما حاجات موجودة بلاش وتولي بالفلوس كما الاوتنتيفيكاسيون في تويتر اللي كانت بلاش ولات اليوم بالفلوس. المهم هو انه لي زابليكاسيون غراتويت بالنسبه للي ريزو سوسيو ماشي في طريقها مش للاندثار، لكن نجم نقولوا انه باش تكون محدوده بالنسبه للخاصيات مقارنه بدي سيرفيس بريميوم. ذكركم انه برشا شركات اخرى ماشيه في الخط هذايا او تخمم في الموضوع هذايا. جوجل مثلا اللي خمت انه مستعملي يوتيوب ينجموا يتفرجوا في الفيديو اون 4K اذا كان يدفعوا اليوتيوب بريميوم. خاصيه كيما هذايا او بزنس موديل كيما هذا ورى النجاح نتاعو. وقتها لقينا دي سيرفيس نتاع ستريمينغ اللي ندفعوا له بشكل شهري دي زابونمون، ورى زاد النجاح نتاعو مع دي سيرفيس دو جيمينغ زاد اللي عن طريق اشتراك شهري تنجم تتحصل على دي سيرفيس يخصوا لي جو فيديو. والمره هذايا البزنس موديل هذايا مع سهوله الدفع عن طريق سمارت فون، مع تطور الخدمات ما بين لي زوبيراتور موبيل والشركات التكنولوجيه الكبرى، نجم يخلينا نستناو في المستقبل انه البريميوم باش يقع تعميمه. اليوم المستعمل بدا يلقى روحه بشويه بشويه مجبر انه يدفع الفلوس لدي بلاتفورم كانت تعمل على الجراتويتي باش نجم يتحصل على لي سيرفيس نتاعها. معنا بالنسبه للتاسع تريندينغ خلط للاخر نتاعو. شكرا لكم على حسن المتابعه. كي العاده نعمل عليكم باش تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك نتاع قناه التاسع وعلى الشين يوتيوب. غادي تنجموا تتفرجوا على البارتي الاولى والبارتي الثانيه بالنسبه للتاسع تريندينغ. غدوه يجدد الموعد، غدوه نحكيوا على كرياسيون دو كونتوني بشكل اللي قاعد طالع بالقديه بالقديه في السنوات الاخرانيه. ما حناش باش نحكيوا على لي ريزو سوسيو والنجوم نتاعهم، بل باش نحكيوا على لي بودكاست. لي بودكاست اليوم اللي بداو بشويه بشويه يلقاو الجمهور متاعهم في تونس. غدوة نحكيو على البودكاست، انتاج البودكاست، ونحكيو مع واحدة من نجمات البودكاست في تونس. تحية محمد علي السويسي في نمان.